أطفالنا الحلوين، أهلا وسهلا فيكم بجمعية شهد قسم الدعم النفسي الاجتماعي. اليوم ببرنامج الحق في اللعب رح نلعب لعبة صيد الأسماك. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكوا كل شي جديد. الهدف من لعبتنا لليوم هو تعزيز مهارة التركيز والانتباه عشان نصير نركز وننتبه بشكل جيد. الأدوات اللازمة لحتى نلعب لعبتنا، نحن بحاجة لعصي خشبية أو بلاستيكية. رح نجيب عصي من عندنا من البيت، سواء كانت خشب أو بلاستيك ما بيأثر. وكمان رح نجيب بالونات مش منفوخة، يعني بالونات جديدة بعدها بالكيس رح نطولها عشان هلأ نعرف شو بدنا نعمل فيها. كمان نحن بحاجة لرمل، وبحاجة لشريط ريبون اللي منزين فيه ومنعمل فيه أشغال يدوية، أو خيط صوف إذا عنا. وآخر شي نحن بحاجة لإله هو الأكواب البلاستيكية. رح نجيب أكواب بلاستيك سواء كانت ملونة أو بيضة أو شفافة. بما إنه لعبتنا اسمها صيد الأسماك، نحن بحاجة لسنارة. وحتى نصنع هاي السنارة شوفوا شو رح نعمل. أول شي رح نجيب البالون ونعبيه رمل ونربطه بخيط، وبعد ما نربطه بخيط نربط هذا الخيط بالعصاية اللي نحن جبناها، وهيك صارت عنا السنارة جاهزة. وهلأ رح نطلب من أفراد عائلتنا الحلوة إنه يلعبوا معنا. شوفوا هالأطفال الحلوين حطوا الأكواب على الأرض وبلشوا يصطادوا فيهن على أساس هن أسماك. يلا يلا يلا، برافو 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 برافو، وقعت. يلا مرة ثانية مرة ثانية، ركزوا. برافو برافو برافو، يلا صدنا أول وحدة. رفقاتي الحلوين، وهلأ إجا وقت النقاشات. عجبتكم اللعبة؟ كانت اللعبة سهلة أو صعبة؟ قدرتوا تصطادوا بشكل جيد؟ وشو تعلمتوا من هاي اللعبة؟ لا تنسوا تخبروني. أحبائي الأطفال، شكراً على حسن المتابعة. إذا عجبتكم اللعبة الرجاء اشتركوا بقناتنا وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد.